أيها الضيوف الكرام، قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظرة لمن حفظ حديثه وبلغه كما حفظه، فأخونا عروة نديم من المستوى الرابع هو كذلك من أحد السعداء الذين قد حفظوا كلام خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم واستحقوا دعاءه. والآن يدخل أمامنا منظر يوم القيامة عبر الحديث الشريف، هيا نستمع معا. ويسلك من المحجة البيضاء ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضاك الله إلى ذروة المجد والكمال ويخصك بالبهجة والسرور في الدنيا ونعمك في الآخرة.